شله سجاير ورق بفره تجرب. طب جرعه اعلى، هوب تقلب فرافيرو. صوان شريطه سودا على صورتك في الصاله. هي دي باختصار قصه الاستروكس. ايه الاستروكس ده؟ انا ما سمعتش عنه. لا انزل الشارع اسال اي شاب معدي هيحكي لك عنه. الكبار يمكن في منهم ما يعرفوش الاستروكس، بس ده عدم وعي منهم، لان الاستروكس منتشر. وممكن يكون بنتك بتاخده. اه والله، وتاخدها تحلل لها ما تلاقيش اثر له، لانه مش كل الاماكن بتعمل تحليله كمان. طب وده ماله الاستروكس ده؟ لا ابدا، حاجه بسيطه، غير انه بيبعتك في رحله ما تعرفش تعمل فيها ايه. ده بيدمر تماما خلايا مخك، بيجيب لك اخرك. الاستروكس بينقلك من تصنيف البني ادمين لتصنيف الحيوانات. ليه؟ لانه ببساطه مخدر البهايم. الاستروكس له قصه. لما الجنيه اتعوم من سنه وشويه وحصلت الازمه الاقتصاديه، خبراء الاقتصاد قعدوا يحللوا ازاي المصريين نفسياتهم مرنه وعبقره في الاقتصاد، وهيقدروا يفعصوا نفسهم ويعيشوا بنفس الدخل رغم ارتفاع قيمة كل شيء لأكثر من الضعف. خبراء الاقتصاد ما كانوش لوحدهم، تجار الكيف كمان كانوا مجتمعين على طاولات مختلفة، دار بينهم مباحثات طويلة جدا. ما هو التعويم جه على دماغهم هما كمان بالخسارة، خامات غليت وزباين افتقرت. هنا ظهرت الأفكار اللاوعبية، احنا مش هينفع نرخص الكيف وإلا السوق هيتضرب والزباين هتفتكرنا غشين. احنا ننزل كيف جديد رخيص عشان هم يعرفوا يعيشوا ومكاسبهم تستمر. هنا كان ميلاد النجم الساطع اللي اسمه استروكس. اتعمل له حملات دعائيه ممنهجه من كل الديلرز في الشوارع على نفس القصه اللي بيعملها السبكي، على نفس الطريقه في ترويج افلامه كده. السبكي بيكسب لان محدش قادر يقافله، بالبلدي مالوش منافسين. ينزل لوحده بأفلامه، فأنت تنزل لوحدك تروح السينما ما تلاقيش غيرك، فيزلك مزاجك وتدخل أفلامه. أنا هخش اللي موجود، نفس القصة في كيف. من هنا بقى في استروكس قوي، رخيص، متوفر. تلاقي نفسك بتقول استروكس استروكس، أنا أصلا خرمان. هنعرض الأول جزء من حلقة الأسبوع اللي فات اللي أثبتنا فيها إن الاستروكس أو المادة الرئيسية بتاعته اللي اسمها الكيتامين بتخرج من الحكومة، بالتحديد وزارة الزراعة. دلوقتي مخدرات بتضيع، تاخدها من هنا تروح في رحلة ما تعرفش نتائجها إلا لما تفوق. مخدرات بتعمل دماغ حيوانات. دلوقتي في ناس بتاخد مهدئ البهايم. بس انا مش انا. استروكس يتشابه في مجموعه القنابنيات، يعني حشيش زي الحشيش والحاجات دي، بس مش حاجات جايه من مصدر نباتي. هي بتكون عباره عن اعشاب او مواد كيميائيه، طبعا بيكون مضاف عليها حاجات كتير جدا، حاجات كحاجات مخدره. ما كانش معروف ده، واحد ماسك ورقه كده فيها حاجات عامله زي البخور يعني، فما حدش يعرف يعني. ولما تيجي تبص عليه يقول لك ده انا جايبه للحصان بتاعي، مكتوب عليه مهدئ وغير صالح للاستخدام الادمي. يعني ايه غير صالح للاستخدام الادمي؟ لما بحثنا اكتر لقينا الكيس ده عباره عن الاتي: ماده رئيسيه اللي هي الكيتامين، ومخلوط عليها أعشاب تانية زي البردقوش مثلا، وإضافات تانية هدفها تديله حجم أكبر، بس الأساس كيتامين. هو يعتبر مهدئ للحيوانات أو مستخدم للحيوانات كمادة مهدئة.
المدمنين دلوقتي في نهاية 2017 بسم الله ما شاء الله بيعملوا دماغ بهايم. السؤال الملح اللي بيسأله الشباب من الجنسين، هي أدوية البهايم دي بيجيبوها منين؟ مدرسة الطب البيطري فين؟ مدرسة الطب البيطري دم لسه قدام دم؟ رحنا بنفسنا مع تجار مخدرات بيشتروا مادة الكيتامين من جوه. من جوه فين؟ من جوه مركز التدريب البيطري بمبابة التابع لمديرية الطب البيطري. رصدنا كل خطوة بين تاجر المخدرات وبين موظف الحكومة، صوت وصورة. البتاع هنا العلاج فيه الكلام هنا هنا يا بيه. تمام، احنا كنا عايزين كده في ماده كده الدكتور بتاع الطب البيطري لا اسمها كيتامين. كيتامين عامل 1200 جنيه 10 سم ب 1200 جنيه. ما ينفعش بس ننزل شويه اصلا بتيجي اصلا بالطلب وبتيجي على رقابه دلوقتي عشان ده يخش بحاجه جت ثانيه. طيب ماشي هنستلمها دلوقتي لو ادتك فلوس؟ ايوه يا باشا هتديني فلوسها وبتجيب الطلب. استلمها بعد 48 ساعة بس. بعد بكرة؟ بعد بكرة. قبل يوم الأربعاء عشان لما تستلمها يوم الخميس براحتك يا عم. أنا هسيب لك فلوس تحت الحساب. لا يا باشا أنت هتسيب لي حقها كلها. كلها؟ طب اديني ورقة بالاستلام. تليفون الراجل اللي معاك عشان شغال هنا في المستشفى. أنت ممكن تجيب أنت عارف هم بيعملوا بيها إيه. يا معالي الوزير دكتور عبد المنعم، اي حد معدي ممكن يدخل يشتري المخدرات ويبيعها بره، انقذنا. طلبت من وزير الزراعة انه يتدخل ياخد موقف من موظفينه او من الناس اللي جوه اللي بيسربوا مخدرات البهايم لينا فتتحول لستروكس يبهدل ولادنا ويدمرهم. بس عشان اهم من الشغل ضبط الشغل، احنا كان لازم نخلص دورنا احنا على اكمل وجه. كان لازم نوصل لاعلى نقطة فيه، المواجهة. الحلقة اللي فاتت عرضنا تفاصيل ازاي دخلنا مديرية الطب البيطري بالجيزة الموجودة جوه امبابة، وازاي تم شراء كيتامين اللي بيتعمل منه الاستروكس. عملنا أول صفقة وللأسف نجحت، وعملنا تاني صفقة طلبنا بقى كميات كبيرة وللأسف نجحت. يوم الاستلام للصفقة الأولى تاجر المخدرات المتعاون معانا فعلا استلم من جوه مديرية الطب وصورناه وهو بيستلم، بس ده احنا عملناه بس عشان نثبت حدوث الجريمة. اما يوم استلام الشحنة الكبيرة التانية جه ميعادنا بقى، فاتصلنا بالاستاذ المدعو سمير، يمكن ده يكون اسمه ويمكن يكون اسم حركي، اللي بيدور المخدرات من جوه الحكومة. طلبنا منه يجي يسلمنا. الأستاذ المدعو سمير سواء اسمه الحقيقي أو اسمه الحركي جاهز يسلم. إحنا كمان جاهزين. يعني الجريمة مثبتة إن من جوه الحكومة بتطلع المخدرات وتجار المخدرات بيشتروها منهم اللي هو الاستروكس. فاضل إيه؟ فاضل منى عراقي بنفسها تروح تواجه الراجل اللي بيشتغل جوه سواء هو موظف حكومة أو معرفش إيه صفته، اللي بيبيع مخدرات البهايم للناس بنفسه. يوم الاستلام كلمناه في التليفون، جاهز يا باشا؟ الباشا رد سلام جاهز. وإحنا كمان جاهزين، جاهزين نستلم منك مخدرات الحكومة قدام 4 كاميرات ومذيع التلفزيون. هتتم المواجهة وتسليم المخدرات. صباح الخير، المخدرات موجودة؟ هتسلمنا؟ مش هحرق عليكم بقى اللي حصل لأنه ما يضحكيش خالص. اتفرجوا معايا الخطة اللي عملناها بالتفصيل علشان نواجه تجار مخدرات شغالين جوه الحكومة. مشيت ازاي من أول الاتصال
السيد المدعو سمير إلى مواجهة العظماء جنود انتباه اللي حطوا خطة المواجهة مواجهة من أجمل مواجهات برنامج انتباه. الموضوع جه الأول إن احنا اشترينا منه أمبولة واحدة تمام كتامين بحوالي 1500. بعد كده اتفقت معاه ديل إن احنا نشتري منه 10 أمبولات، ال10 أمبولات دول عاملين 15000 جنيه. فتحت معاه قصة جديدة إن اكتشفت إن هو بيبيع برضه ترامادول. اتفقت معاه إن أنا عايز باكيت الترامادول، فقال لي أنا عندي ترامادول مستورد، هديك منه حبيتين النهاردة وريهم للدكتور اللي تبعك، ولو أنت عجبك الصنف خلاص أنا هشتري لك منك هشتري لك هدي لك باكيت الترامادول. الاتفاق دلوقتي هيتم كده، احنا هنزل الاول تمام هروح له الوحده جوه هندهله عشان يجي لي عند باب الوحده عشان يبدا يعد الفلوس مثلا اللي احنا هنشتري بيها. طبعا هي مفيش حاجه نشتريها، لكن احنا هنسحبه بره الوحده وهيديني ازازه الكيتامين اللي هي معاه اللي هي بتلج، والمفروض ان هو هياخد العربون اللي هو ال 10000 جنيه عربون ال 10 امبولات بتوع الكيتامين. ساعتها ندخل احنا خلي التليفون مفتوح، اول ما الدنيا تطلع اول ما سمير يطلع بره ندخل احنا جوه. الو ايوه يا سمير، انا جاي لك اهو قدامي 5 دقايق واكون عند الوحده. تعالى لي عند الباب كده لو جارد وبتاع اقف عندهم انا هدخل لو عند الوحده. قدامي الباب بتاع بنعمل ده لو جارد كده. طيب هاجي لك انا عند باب الوحده. ماشي اوكي طلع على الله. حط بقى ده وسيبهولي. الكاميرتين يفضلوا دايرين طول الوقت، حصل قلق، ناس جت تمد ايدها على الكاميرا بتاع مش عارفه ايه، ارجع ورا في اي حته واعلى لفوق. ادخل واقفل الباب. يلا يلا حد بره. جاهزين؟ هذا افتح لك يلا. العمليه عاش البهايم شغاله زي الفل، وداخلين على بيورد الكتاب. طيب طيب ما مفيش كده؟ ماشي كده. يلا بينا توكلنا على الله. اللي جاي هناك ده اللي احنا سميناه الهدف. الخطة اللي حطيناها كانت عبارة عن الآتي: فريق انتباه بيتقسم نصين، نص بيشتغل معايا أنا شخصيا ودول العظماء بتوعي اللي دورهم يستدرجوا الهدف اللي هو الموظف اللي بيشتغل جوه في الحكومة اللي هي هنا ممثلة في وزارة الزراعة لبرة برة السور. هما اتفقوا معاه على كمية نروح احنا نستلمها، وده كان يوم التسليم. جاهز يابا؟ جاهز. يلا اطلع لنا بالبضاعة. النص التاني يعني النص الاولاني بتوعي دخلوا يطلعوا الايه الباشا. النص التاني بقى زمايلي في القناة، ودول اولهم العظيم شريف حنفي مدير الانتاج، عصام رئيس مجلس ادارة صوت الانتباه، حسن مصور وحسان مصور برضو كل واحد معاه كاميرا كبيرة قد كده، وفني معاه كاميرا صغيرة قد كده، وفني تاني معاه كاميرا صغيرة برضو قد كده. كل واحد فيهم ماسك كاميرا في ايده. شريف نفسه كان ماسك كاميرا في ايده عشان في حالة اي لبش تكون في كاميرا في ايدينا ترصد اي ضرب اي اعتداء ممكن يحصل. لكل فريق انتباه اللي بيشتغلوا معايا لوحدي واللي بيشتغلوا معايا من القناة، انتم عظماء. الناس مش في ظهري لانهم بيحبوني بس، لا،
هم في ظهري لأنهم مؤمنين باللي بنعمله، فاهمين إنهم عين المجتمع وأداته في الرقابة، على أمثال الكابتن اللي بيبيع مخدرات من جوه الحكومة. ناس بتشتغل بقلوبها مش عشان مرتب. كل واحد فيهم كتيبة متحركة، كل واحد فيهم مفكرش لحظة إنه معرض للضرب، للإهانة، للبهدلة. مفيش في بالهم غير هدف واحد بس، نكشف فساد، نحقق الهدف من وجودنا أصلاً في الدنيا دي، الإصلاح، نرضي ربنا قبل ما نرضي غرورنا بإننا بنعمل شغل حلو محدش في الدنيا يقدر يعمله زينا. للناس اللي دايماً بتسألني أنت مش بتخافي؟ بقول لهم وأنا وسط ناس بالروح دي، إزاي أخاف؟ أقلق إزاي؟ مستحيل. اللي ينزل يعرض نفسه للخطر بس عشان يرضي ربنا، ربنا زي يخذله. لحظة خروج الهدف علينا اللي هي لحظة المواجهة، عايز أقول لكم إن كل اللي موجود كلنا بنبقى في منتهى التوتر، مش الخوف بس، برغم كل القلق والتوتر، لأن ممكن يحصل أي حاجة وإنت بتواجه مجرم، إحنا كلنا في منتهى الثبات. مش بس كده، إحنا جاهزين ومخنا حاضر لأي رد فعل غير متوقع زي اللي حصل مع الهدف. لقى نفسه بيسلم مخدرات قدام 4 كاميرات، كاميرتين قد كده واتنين قد كده، ومذيعة كيوت زي منى عراقي. اتفرجوا بقى على اللي حصل واللي محدش كان يتخيل انه يحصل في المواجهة. ازيك يا استاذ سمير؟ صباح الخير. ازيك؟ بقول لك ايه، عايزين أمبولة كتامين والنبي زي اللي انت اديتها لنا قبل. ماشي. تعالى بس، تعالى. رايح فين؟ طب بقول لك ايه يا سمير، مديرك عارف؟ دخلنا جوه شوارع وحواري بابا ضيقه في محاوله يائسه مننا اننا نلاقيه، بس طبعا هو اختفى رعبا. زمانه بيتفرج علينا دلوقتي. ايه يا استاذ سمير، بتجري ليه؟ تجري مننا؟ خايف مننا؟ هو انت جريت ليه يا استاذ سمير كده برضو؟ تقابلنا المقابله البطاله دي، يعني الناس جايين لك وقاصدينك في مخدرات من الحكومة، يكون ده واجبهم برضو. قالوا احنا محتفلين بيك وجايبين لك 4 كاميرات ومهتمين باللي بتعمله، تقوم تسيبنا كده وتطلع تجري زي باقي المجرمين؟ ليه؟ ليه تثبت عليك التهمة اكتر ما هي ثابتة؟ لا 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 لا، مالكش حق يا استاذ سمير، حد غيرك كان اتصرف افضل من كده طبعا، كان سبت مكانه وقال اي حاجة. كدبنا يا اخي، انكر، اشجب، اعمل فقد الذاكره او مختل عقليا، ده حل افضل بكتير من الجري بالمنظر ده بصراحه، لان ببساطه انت اثبتت التهمه عليك زياده. اما هو ما يجريش كده غير تاجر مخدرات جبان كمان بصراحه.
وانا بعاتبك مش عشاني، لا عشان منظرك انت قدام باقي التجار في المنطقه. منظرك ايه دلوقتي؟ هتواجه تجار المخدرات زمايلك ازاي بعد كده؟ هيعايروك يا جبان اللي جريت من قدام الكاميرات. شكلك هيبقى ايه كده في امبراطوريه امبابه كلها. الى كل موظف بيعمل نفس اللي بيعمله السيد سمير، حط في بالك اننا موجودين، هنصوركم وهنيجي يوم نواجهكم، تجروا مننا زيه بالظبط. ساعتها هتتمنوا الزمن يرجع لورا وتدفعوا كل فلوس الارض ولا تعدوا باللي هو عدى بيه ده. بتبيعوا مخدرات عشان تكسبوا فلوس صح؟ الفلوس ساعه كشفكم ما تسواش الحبر اللي اتطبعت بيه. فوقوا قبل ما يجي اليوم وتجروا قدامنا كده. بس سيبكم انتوا، شفتوا الاسبرنت اللي اتفتح بتاع المصور حسن؟ والله تسلم رجليك يا حسن وايديك. حسان اللي جري؟ حسام. اي مصور تاني كان هيقول وانا مالي، ما يجري ولا يهرب، اروح وراه يخبطني بحاجه ولا يضربني طلقه. ليه بيدوني كام يعني؟ بس عاش جنود انتباه والله. لكن تعالوا هنا، هو احنا الموظف الصغير ده هينسينا الكبير؟ فين مدير سمير؟ فين المسؤول على ان مخدرات تطلع من مكان حكومي الى الشارع؟ نفسي اواجهه واحط عيني في عينه كده. لاحظوا بقى اجابات المدير وصوته وتردده في الاجابه، ده غير طبعا الاجابات ذات نفسها. جبناها صورناها. صباح الخير. ازاي حضرتك؟ ممكن الدكتور مجدي محمد عضوان مدير الاداره البيطريه في البلد. اهلا وسهلا. يعني حضرتك المسؤول على المكان كله؟ بالنسبه للبيطري اهو، في صباعه وفي بيطري. طيب استاذ سمير موظف عند حضرتك ولا ده لا ينتمي ليه؟ لا مش موظف. امال ايه اللي معاده جوه؟ لا ده هو مثلا يكون في حد جاي مثلا بيخش العياده بيقول لهم مثلا ده واخد رقم كذا، بيندى على لسه على الرقم. يعني هو يقدر يحصل على ادويه من جوه ويبيعها؟ لا مش من حقه. امال ده طلع ازاي؟ لا مش من عندنا اصلا. لا من عندكم؟ لا مش من عندنا. طب ده ايه؟ ده مسكن. مسكن لايه؟ لاي الم. للبني ادمين يعني؟ لا للبيت. للايه؟ بيت. طب يعني ده مسكن بيطري هيطلع منين؟ بقى حضرتك احنا في ادويه خاصه. حضرتك قلت نمره واحد ان سمير ما بيشتغلش هنا، نمره اثنين ده مش من عندكم صح؟ اتفضلي حضرتك لو في ده حد حضرتك مسؤول. اتفضلي يعني حضرتك ان كلام حضرتك ده غلط وان سمير بيشتغل. لو سمحت لو سمحت هنا ثانيه واحده بس دي. لا معلش، ما انا حضرتك قلت ده مسكن بيطري، سمير بيشتغل هنا ولا لا؟ لا مش بيشتغل. امال ايه اللي مخليه ياخد ادويه من جوه يطلعها بره؟ ما بياخدش ادويه من جوه اصلا. امال ده ايه؟ ده مش من جوه. امال ده منين؟ انا ما اعرفش جايبه منين. يعني ده بيتباع فين؟ هل ده مسموح بيه انه يتباع بره؟ مسموح بيه يتباع بره. ده مسموح يتباع بره؟ طب حضرتك ممكن تجيبه منين من بره؟ انا لازم اجيبه. دي ادويه ممنوع تداولها بره الاداره البيطريه الحكومه. هو حضرتك عايزني انا وفريقي، ما ينفعش تقول لي تعالي لوحدي. الدكتور مجدي محمد رضوان مدير الاداره البيطريه بامبابه ابدع بصراحه. لما جينا واجهناه قال اكتر من جمله لازم ولا بد نقف عندهم الحقيقه. بدايه من انكار وجود اي صله باللي بعلنا. بالمناسبه سمير زمانك بتشرب ستروكس دلوقتي صح؟ انكر الدكتور مجدي كل صلة باللي بعلنا، لكن الأهم من الرد علينا إنه جري يتكلم مع مديره. فعلى الفور توجه الدكتور مجدي إلى مكتبه، اتقفل الباب علينا ودار حوار بين الدكتور مجدي ومديره وكيل الوزارة. سجلوا معايا كويس الجمل والحوار اللي دار بين الدكتور ومديره وكيل الوزارة. ركزوا. حضرتك قلت إن سمير ده ما بيشتغلش هنا، امال هو بيعمل ايه هنا؟ يعني
واقف هنا يعمل ايه؟ ياخد ادويه ويتفق على فلوس و... امال ايه اللي مقعده جوه؟ زي اي واحد ما بيخش زي ما حضرتك دخلتي زي اي حد ما بيخش. كل يوم هو جوه بيبيع ادويه؟ مش بيبيع ادويه يا نهار. احنا شايلين منه ده. معلش حضرتك انت مسؤوله انك تشتري منه ولا ما تشتريش. طب دي ده مش طالب من حضرتك من عند حضرتك؟ لا لا لا. انا متاكد؟ ايوه يا فندم. ما عندناش ادويه. اه يا باشا حضرتك مدام منى العبائي قناه المحور. ده كتامين فهي يعني جايه علشان تقول ان هو ايه من داخل الاداره فانا بقول لها ان هو مش داخل الاداره كتامين دوت مقدم واحد ما يعني واحد من اللي بيقفوا يعني حوالين الاداره كده و لا 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 ده هو منه للناس اللي بتخش كده يعني بيفهم معاهم كده ما هو ده لسه دلوقتي حالا لسه هي جايه بشكوى يعني. ايوه يا باشا. هي في المكتب دلوقتي عندي ومعاها فريق تصوير وعايزين يصوروا فانا مش عارف كان الولد اللي هو معاه الحاجه دي كانوا بيطاردوه ما اعرفش بقى وضعه ايه. ما اعرفش هم مسكوا معايا كتامين بس ولا في بيبيع ايه هو؟ دول لا انتوا مسؤولين بقى عنه يعني انتوا كده منكم ليه يعني ما ده ما يخصناش يعني يا فندم ده اتعاملنا معاه هنا هو بيقطع تذاكر لا 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 ما فيش حد بيقطع تذاكر ازاي يعني الحياه ازاي بيقطع تذاكر ليه؟ الحياه ازاي تاجر مخدرات بيقطع تذاكر جوه ده مش تبعنا يا فندم يعني انت مش تبعك سايبه بيقطع تذاكر جوه للناس ليه؟ صور فيديو هو بيقطع تذاكر كلام حضرتك ده احنا عندنا دليل ضده المكان اللي بتتباع هنا العلاج فيه هنا هنا يا بيه احنا كنا عايزين كده في ماده كده دكتور بتاع طب الجسم لا اسمها كيتامين كيتامين عامل 1200 جنيه الاستاذ كام ملي؟ 10 ملي 10 ملي؟ اه هات يا احمد اديني ورقه بالسلام تليفون الراجل اللي معاك عشان شغال هنا في المستشفى ماشي عايز تيجي تاخد فلوسك في اي وقت هات 1000 انا مش هاخد الفلوس منك جاي واحد جايب كام وحط ضغط الفلوس تطلع تهرب مننا فلوسك يابا وروح هات من اي حد لا لا تجيبه اصلا لا لا هات الفلوس 1200 طيب دلوقتي هو 1250 وانت مصلحتك قول مثلا هطلع لك كنت هطلع لك انت 200 جنيه فيها ادي كده وصلنا ل 1450 انت شكلك الناس يعني زي تبعي كده تمام بعد الشغل انا بعد الشغل بكره رايح له الساعه 4 ولا 5 كده انت بقى تيجي تستلم مني بعد 5 بكره ميعادنا بالظبط بعد العشاء خلاص مش مشكله انت رن عليا بس كده قبلها كده وانا هتلاقيني كده كده هناك اصلا الجزء اللي فات ده انا قلت للدكتور مجدي احنا عندنا دليل ان هو بيشتغل معاكو وعرضنا له الفيديو ده مخصوص النهارده علشان وعدناه ان في دليل بما فيه مكالمه التليفون اللي السيد سمير قال فيها ان هو بيشتغل جوه بس نرجع كده نراجع المكالمه بين الدكتور مجدي وبين مديره الدكتور مجدي رفع سماعه التليفون للسيد وكيل وزاره الزراعه مديره يقول له ايه بقى منى عراقي من قناه المحور جايه عشان تقول ان الكيتامين طالع من داخل الاداره فانا بقول انه مش من الاداره الانكار هو الحل فوكيل الوزاره شكله ساله مين اللي بعلها فجه الرد قال له ايه ده واحد من اللي بيقفوا حوالين الاداره كده يعني ايه يعني ايه واحد واقف حوالين الاداره واقف ليه حواليها بيعمل لها عيد ميلاد مثلا بيهف لها الشمعه طب وده يستحق يقف حواليها كل يوم
يعني معقول الإدارة بتعمل عيد ميلاد كل يوم؟ مش منطقي. يبقى بيجي كل يوم يقف حوالين الإدارة ليه يا دكتور؟ الدكتور برضه سأل سؤال تاني من وكيل الوزارة مديره، فأنا ما سمعتش سؤال بس سمعت الرد. رد بإيه بقى؟ لا لا لا، ده منه للناس اللي بتخش بيتفاهم معاهم، اللي هم بيجوا يعالجوا حيواناتهم يعني. بيتفاهم معاهم على إيه مثلا؟ تفاصيل المهر والعفش والنيش على مين؟ هو أي حد معدي في الكون ممكن يقف يتفاهم مع الناس اللي جايبة حيواناتها تتعالج في الإدارة اللي تبع الحكومة؟ وبعدين هو بيستطرد بيكمل. الواد اللي معاه الحاجة ده كانوا بيطردوه، فمعرفش وضعه إيه. هو شكله وكيل الوزارة قال له وحصل إيه بعد ما واجهته؟ فقال له كان بيطردوه ومعرفش وضعه إيه. قصده ما يعرفش هل هرب ولا انتحر ولا ضربنا بالجزمة زي الجد اللي رفض عياله في إسماعيلية ده. أنا شخصياً معرفش بصراحة دكتور وضعه إيه. أنا نفسي أول ما يرجع ويعاود نشاطه في بيع المخدرات هسأله وضعك إيه في أثناء مطاردتنا ليك. وبعدين بيسألني مسكته معاه حاجة كمان؟ قلت له آه، عرض علينا ترامادول. قال لا بقى، منكم ليه؟ من احنا دي حاضر، احنا هنحوله للتحقيق في صالة بيتهم وهنرفضه من الصالون ما يدخلوش تاني. لان البيت ده طاهر ولازم يفضل طاهر، يأمل متطاهر 7 مرات. عناية يا دكتور. قلت للدكتور الطبيب المسؤول في الحكومة هو بيقطع تذاكر هنا سايبه ليه؟ قال لي لا 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 ما بيقطعش، وهو بيقطع جوه. لمدير الوحدة البيطرية الدكتور مجدي ولمديره وكيل الزراعة وللي فوقهم وزير الزراعة وإلى كل من يهمه الأمر، 3/4 موظفين الحكومة مش متعينين في الحكومة. دي مش حاجة تستخدموها لما تكتشفوا فشل في الإدارة والرقابة. ادي السيد المبجل اللي طلع يجري مننا احنا السيد المبجل اللي طلع يطلع يجي مننا مصورينه وهو بيقطع تذاكر للناس اللي داخلة تعالج حيواناتها. اتفضل. انت مش معينه حاجة، لكن هو موجود هنا بصفة. انت مش معينه. ماشي انت مش معينه، امال بيقطع تذاكر ليه؟ حبي كده يعني؟ معاه تاجر مخدرات بيقطع تذاكر ليه؟ وبياخد ادويه من جوه العياده ليه؟ مين اداها له؟ امال ده دواء حضرتك مسكن بيطري جابه منين؟ تداول جوه العياده، ممكن يجيبه من عياده بيبيعه جوه ليه؟ طب اكلم بس كله ده بعدين. اتفضل. سمير هنا كل يوم ليه؟ ايه؟ بيعمل ايه سمير كل يوم؟ واحد بقى على الله بيقول اقف معاكم بيرزق. تقف يقف معاكم بيرزق؟ ازاي يعني يقف معاكم بيرزق؟ واحد من موظفين المديرية بقول له مين ده؟ قال لك واحد على الله بيجي يقف معانا بيرزق. ايه ده؟ من باب فضفضها علينا يا رب، ويا بخت منجوز 2 في الحلال ونكبر ابنك خويه. ما هذا؟ ده مكان حكومة ولا مستشفى للبهايم والحيوانات مفتوح على الشارع؟ في أسلوبين للإدارة. الأسلوب الأول مدير مسؤول يتحمل الأخطاء ويعترف بيها ويسعى لإصلاحها، ده أثق فيه حتى لو أخطأ. الأسلوب الثاني المسؤول اللي كل همه يتهرب من المسؤولية بأسلوب بسيط قوي، انكرها، فتيجي تواجهه بالتقصير تلاقيه يروح لأسهل وأبسط طريق وأسطح أسلوب. مش مسؤوليتنا، مش بيشتغل عندنا، مع إن واحد من الموظفين نفسهم قال ده بيقطع تذاكر هنا. طب لو الفيديوهات بتاعتنا ما أقنعتش سيادتك؟ تعالى بعد الفاصل أثبت لك ده من الدكتورة اللي أنت بتقول هو ما بيشتغلش معاها، هي نفسها جوه الإدارة وبتقول إنه بيشتغل معاها. بعد الفاصل. قبل الفاصل رحنا للدكتور مجدي اللي هو مدير الوحدة البيطرية اللي موجودة في امبابة، قلنا له ده مين؟ قال لا ده ما بيشتغلش معانا.
عرضنا له الفيديوهات والمكالمات بتاعه سمير اللي بتثبت انه شغال معاهم، حتى لو مش بعقد بس شغال معاهم، برضو انكر. طيب لو دي ما جابتش نتيجه ولا دي، تعالى بقى يا دكتور نروح للدكتوره اللي بتشتغل معاكو نسالها. الموظف اللي بيدخل لها الحالات هو ده ولا لا، ونشوف الدكتوره دي هتقول ايه، بيشتغل معاها عندكم ولا بيشتغل ايه. اتفرجوا. صباح الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اصل حضرتك ماسكه بقى. لا ابدا، اتفضلي. فين سمير؟ مين سمير؟ العامل؟ كان واقف بره. هو بيشتغل ايه سمير ده هنا؟ عامل يعني عادي. اجي لك بعد بكره. يعني بيشتغل معاك وعامل؟ عامل يعني بيدخل بس الحالات، يعني مش تبع المديريه يعني. لا واحد مش شارع. هو بيستخدم مننا من بره. ايوه ماشي. انت بتشوفيه كل يوم ولا لا بيدخل الحالات؟ هو مش متعين، انا فاهمه، لكن بيشتغل. مش كل الناس في الحكومه. عادي بس بيدخل لنا الحالات وخلاص يعني. بياخد مرتبه من مين؟ ايه مرتبه بياخده من لا هو اللي بيسترزق بيه يعني، بس يعني. ليه في ايه؟ انت بتشتغلي بالكيتامين؟ بتشتغلي بده؟ لا ما عندناش ده حضرتك، مش موجود في المدرية. مش موجود ده في المدرية؟ امال لو انا عايزه اجيب ده اجيبه منين؟ ايه؟ لو انا عايزه اجيب ده اجيبه منين؟ حضرتك بتجيبيه منين؟ ده لو اتصرف عندنا في المدرية اوكي، لو ما اتصرفش عندنا في المدرية ما نصرفوش، احنا بنصرف حاجات الحكومة بس. ايه؟ نصرف حاجات الحكومة بس. لكن حضرتك لو حد بقى عايز حاجة ياخد حاجة من العيادة. انا بتكلم. لو في عياده خاصه بقى يروح يعمل عمليات في عيادات خاصه. ايوه عايزين نتكلم. شاب زي ده يروح يبهدلوه. الدكتوره اللي شغاله في الوحده البيطريه بتكشف على الحيوانات اللي بتجيلها مريضه بتقول سمير هو اللي بيدخل لها الحالات كل يوم. معناها ايه واحد موجود بشكل يومي داخل مكان حكومي؟ ده حتى المتطوعين بيكون ليهم عقد او توثيق لوجودهم، وبيخضعوا لنفس الرقابة بتاعة الموظفين. أي حد جوه مكان حكومي بيخضع لنفس الرقابة سواء متعين أو لا. إن شاء الله لو معدي هو في مسؤولية الحكومة. بس مين هيشتغل مع الحكومة أصلا متطوع؟ مين عنده استعداد يجي كل يوم من الصبح للعصر بهذا الالتزام وعارف إمتى ومنين يحصل على أدوية الوحدة أو حتى مش الوحدة، حتى لو جايب الأدوية دي من بره بيبيعها جوه الوحده وانتوا سايبينه؟ على فكره هو لو مش موظف عندكم غلطتكم اكبر. مش الحل اللي يخرجكم من المسؤوليه انكم تقولوا ان ده مش موظف عندنا. اي حد موظف او مش موظف، بعقد مش في عقد، معدي جوه مكانكم دايرتكم، هو مسؤوليتكم لو تعلمون. في وسط ما انا بتكلم مع الدكتوره سمعت حد بيشتم. مين ده وعايز ايه؟ ما يكونش سمير قرر يواجهنا ويرجع يحط عينه في عينينا. حضرتك والده سنوس. احنا جيرانه، انا بتاع حمص قدام مسجد سي اسماعيل. ده مالوش في المخدرات ومالوش في الكلام ده. ده بيجي واحد عاوز يحقن قطه، عاوز يحقن كلب، عاوز ينطط كلب عنده في البيت. ده مالوش في الكلام ده. لو لما يجي هو يقول الكلام ده هو جري ليه؟ هو خاف. خايف اصلا. خايف من ايه؟ خايف من الهوجه واللمه دي. يا فندم انت ما تخافش الا لو انت لا مؤاخذه شمال. انا بكلمك بصراحه. انا عارفه. انا كنت مدمن مخدرات بطلتها. كنت مدمن ايه؟ حشيش، ما شربش غيره. بس انا لقيت ورايا اسره عاوزه من السحقيه بطلته، ما اشربوش. تعرف الاستروكس؟ واسمع عنه وبيموت ناس. في ناس بتموت وشباب بتموت. حضرتك معاكي امر انك تدخلي هنا؟ انتوا معاكوا امر تبيع مخدرات؟ مين اللي بيبيع مخدرات؟ هو تعرف سمير؟ ها؟ تعرف سمير؟ ما تعرفش سمير؟ ما تعرفوش؟ يشتغل هنا؟ يا استاذ جمال يجي سمير يشتغل هنا؟ لا يا ستي. ها؟
لا يا ست ما بشتغل. يكون معاكي امر انك تدخلي هنا وانت معاك امر تبيع مخدرات؟ تدخلي هنا اصلا يا استاذ العزيز. شوف شغلك هو تعال استاذ جمال لو سمحت. انت تعالى لي يا استاذ جمال. ولا انت بتشتغل مع سمير؟ بشتغل معاها. لا احنا مسؤولين عن الامن هنا. يا استاذ عزيز الامن مش المفروض يطلع المخدرات بره يا استاذ عزيز؟ مخدرات ايه؟ مخدرات ايه؟ قول لي بقى سمير هنا بيشتغل ايه؟ اسالي المديرين بتاعه. وانت خايف تقول؟ بص يا استاذ احنا اداره مختصه بامن بس. انت بتقابل سمير هنا؟ احنا انا ما اعرفش سمير ده. وانت تعرفه؟ احنا ما نعرفش غير الادارات بتاعتنا، جهه مختصه تانيه. وانت زعلان ليه؟ احنا مالنا مال البطر يا عم جمال؟ انت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ اه لو بجد زعلان ليه؟ معلش يا استاذ انكم بتعملوا من الحبه قبه. بجد والله بتعملوا، والله القبه هي اللي والله بتعملوا من الحبه قبه. لا بص لا صح مغطيه مين؟ مغطيانا ولا مغطياك ولا كلنا؟ القبه مغطيانا كلنا. صح كده صح. اه يلا شكرا. زعلان انت بقى من القبه؟ ابقى شيل القبه. ما تجيش بقى على الحبه. اه صح صح بس روحوا امسكوا الشغلانه. روح عندنا يا عم. بقول لك ايه، انا شكلي همسكك انت. يلا يلا. ايه بتشتغل مع سمير؟ خلي بالك يا عم. تعرف سمير؟ ما تكذبش ما تكذبش. بقول لك احنا اداره مختصه وبطلي استفزاز. شفت سمير؟ سمير مين وحد كل يوم؟ مدير اهو. ادخلي اتكلمي معاه. عيني لو عندك الشجاعه ادخلي اتكلمي معاه. عندي يا باشا. بس انت عندك؟ اتفضل. تعرف سمير؟ اتفضل. تاني نقول سمير. تعالى اتكلم. يلا. شفتوا لما شريف جه قال لي يلا بينا؟ رحت انا يلا على طول. واضح ان شريف استشعر الخطر واني جبت اخر الناس دي. قال لي يلا بقى كفايه كده يلا بينا. احنا جارين. مسؤول الامن زعلان مننا قوي وبينكر انه يعرف السيد الفاضل اللي بيطلع مخدرات من الحكومه لينا في الشارع. يعني حضرتك شغال ايه؟ قال لي انا شغال امن. يعني حضرتك شغال امن ومش عارف مين بيجي كل يوم؟ نفس المكان اللي انت حضرتك شغال فيه امن. امال حضرتك بتأمن على ايه؟ بتأمن على حضور وانصراف البهايم والحيوانات اللي بتتعالج عندكم؟ لو حضرتك ما تعرفش مين بيقطع التذاكر للناس وبيدخلهم عندكم، يبقى حضرتك باكسبريشن شيك مقصر في اداء عملك. ولازم حضرتك تحاول للتحقيق انت والدكتور مجدي اللي سايب واحد ما يعرفوش بيجي كل يوم يقطع تذاكر للناس ويدخلهم من بره ومن جوه، يبيع مخدرات. ولاننا عين للمجتمع تراقب اللي بيحصل اللي انتوا سايبينه يحصل وتكشفه عشان يقف. لو احنا رصدنا ان الكتابين بيتباع من جوه الحكومه ده يبقى منطقي جدا وسهل تشتريه من بره الحكومه. رحنا الاول عياده لعلاج الحيوانات دخلنا، ممكن تبيع لنا ستروكس؟ عندك كتامين يعني؟ عايزين؟ اه يا سلام. جايبين ثلاثة نساء ولا حاجة بقى هنا ندور معاك؟ حتى سؤال بس كنا رحنا لحد بتاعك كان حد هناك قال لي سيبكم جنيه عشان تجيبونا الكتابين. وقال لي ان هو بقى تنزل. كنا عايزين هو اصلا خلاص بس حاجه تنزل. سلام. اسمي كريم ايه؟ احمد. احمد انت منين يا احمد؟ من امبابة. انت عاوز الكتابين ده لايه؟ عايزه خلاص. عمليه؟ لا مش عمليه، انا جاي معاك دغري من الاول وجيت لك المحل المره فاتت وقلت لك انا مش عمليه، انا دغري جدا في القصه دي. مش احسن من الدغري والله. طيب ماشي، ما انا بقول لك مش عمليه. جبنا كام واحد برضه ناس جبتوا امبولا قايلين من جوه عملوه على الاستروكس خلاص خربوا الدنيا. اوكي. حد جه خده قبل كده؟ اه والله. انا جاي لك دغري. يعني انا بقى اجيبه؟
ابعت اجيبه والفلوس اهي نص ده نص الفلوس لغايه اما تجيب بتاعه يوم الاستلام هتلاقي 1500 جنيه دول 500 جنيه اهم عدهم مضروب ولا مش كتير مضروب يعني ما بسالك يعني عشان تضرب لي اي امبوله تقول لي ده كتامين وت الامبول ده تقطعه بايدك ماشي ما انا عارف ما تقولي مبرشم انت تقولي مبرشم وبتلجايه كمان انا بقول لك الامبول ده اللي تفتحه بايدك يعني سيبك من حته ده عشان عايز اجربه لك على كلب مش عشان اجربه لا تجربه ليه انا عايز اجربه على كلب كلب مين يا عم انا بقول لك جوه اساسا لا خلاص الصبح الصبح بالظبط قبل صلاه الجمعه هتيني عندي ان شاء الله ماشي انا هكلمه اكلمه ماشي يا سلام عليكم. قال لك اجربه لك على كلب وجربه على كلب ليه؟ ما البهايم كتير يابا جوه وبره الوحده. المهم سايبه ادويه الحيوانات والبهايم سايبه زي السكينه في البابا غنوج. اول عياده ندخلها ندفع 500 جنيه عربون شرا للكيتامين اللي بيتباع ب 2000 جنيه هو اصلا ثمنه 18 جنيه. الكيتامين او الاستروكس بيطلع من عيادات الطب البيطري الخاصه. مين بيشرف على العقاقير المخدره بقى واسلوب تداولها في مصر؟ اتصلوا لنا والنبي بالدكتوره شيرين زكي. كان عمالين يسالوني اتصل بيها امتى؟ اتصل بيها امتى؟ دلوقتي. مين يشوف العالم اللي بتبيع مخدرات والاسم دكاتره دول؟ مين المفروض يحاسبهم؟ ما هو ما تقوليش ان التمرجي هو اللي بيبيع بدون علم الدكتور. انا لو دكتوره وعندي عياده فيها ادويه جدول هعرف كل ملي منها راح فين ولا عبيط انا سايبه ادويه جدول كده التمرجيه واي حد معدي ياخدها يا دكتور يا بتاع العياده احنا هنبلغ عنك يا دكتور الحيوانات احنا مش حيوانات عشان انت تشتغل تاجر مخدرات علينا ولان انتباه عين المجتمع وأداته في الرقابة زي ما كشفنا مين في الحكومة بيتاجر في المخدرات وزي ما روحنا لعيادة خاصة الدكتور فيها أكيد مسؤول عن تجارة المخدرات فاضل بقى ننزل نشوف الديلرات في اللي في الشارع بيبيعوا إيه والمين قبل ما نروح للديلر دكتورة شيرين على التليفون ألو يا دكتور يا عظيم الو مساء الخير يا استاذه منى مساء النور يا حبيبتي ازيك بخير يا حبيبتي الحمد لله قولي لي كده هي عيادات الطب البيطري الخاصه في حد المفروض يعدي عليها يشوف المخدرات اللي عندهم جدول دي بتروح فين وجايه منين عيادات الطب البيطري الخاصه بتخضع لرقابه الهيئه العامه للخدمات البيطريه برضو تحت صلاحيات الدكتور عصام عبد الشكور والحقيقه يعني احنا حتى كنقابه لان زي ما حضرتك عارفه انا عضو مجلس في النقابه العامه للاطباء البيطريين بيجي لنا كتير قوي مشاكل بخصوص التفتيش اللي بيبقى على العيادات لانه مؤخرا جالنا شطب بعض اسماء الاطباء اللي بيكونوا موجودين في العياده بتبقى باسمهم وبتنزل لجان من الهيئه العامه للخدمات البيطريه بتلاقي مرات الدكتور ده اللي قاعده او عامل فاوتوماتيكلي الموضوع بيتحول الى ان ده اللي بنسميه البارا ميديكال اي الممتهنين مهنه الطب البيطري وهم غير دارسين او حاصلين على بكالوريوس العلوم الطبيه البيطريه. فبيجي لنا يعني زي اخطار بغلق العياده، اولا هي بتغلق من الحمله الامنيه اللي بتنزل حتى لو التراخيص مش مستكمله. مؤخرا كان عندنا مشاكل في محافظه الاسكندريه ومحافظه البحر الاحمر نتيجة انه الاحياء ساعات بتكون مش مرخصة العمارات اللي فيها العيادات دي مشكلة تابعة للاحياء مش تابعة لا ما بغض النظر العيادة بقى نفسها مرخصة ولا لا ما الدنيا كلها بايظة لكن انا بتكلم على لا الحقيقة ان الغريبة ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية متشددة قوي في الموضوع ده والدكتور عصام عبد الشكور فعلا متشدد قوي في الموضوع ده واحنا كمان موضوع التراخيص كل موضوع الاحياء والورق بتاع الاحياء هو رفض تماما يعني واصر على استكمال الورق كامل طب يعني هو مركز في موضوع التراخيص وسايب المخدرات؟ لا الحقيقه مش عارفه بالنسبه لموضوع الكيتامين وتداوله انا جات لي مكالمه من رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه سياده اللواء ابراهيم محروس اول امبارح كان بيقول لي فيها ان الكيتامين مش ماده او عقار سيادي ولا يستورد عن طريق وزاره الزراعه لكن بيتم له ما يسمى بالمناقصات المحدوده اللي بتكون عن طريق مديريات الطب البيطري وقال لي ان سمير العامل اللي موجود هناك في اداره امبابه
مش شغال في الاداره، ده واحد بيبيع كلاب. فانا قلت إيه والله إيه؟ يا دكتور ابراهيم سمير ده طلع مين؟ نعم سمير طلع ايه؟ قال لي ده هو اتبلغ بكده من اداره امبابه، قالوا له ان ده واحد بيتاجر في الكلاب واقف هناك واقف جوه الاداره يتاجر في الكلاب. طب واحد بيتاجر في الكلاب، خليكي معايا يا دكتور، خليكي معايا، ربنا ما شافوهوش ده عرفوه بالعقل، خليكي معايا. واحد واقف يتاجر في الكلاب، اولا بغض النظر هو واقف ليه جوه الاداره يتاجر في الكلاب، سيبك من دي، بيقطع تذاكر ليه الناس يدخلها تكشف؟ انا قلت نفس الجمله اللي حضرتك قلتيها، وجبت برنت سكرين كمان من على الصفحه عندي لناس اتعاملت مع الاداره البيطريه بامبابه وقالوا لا احنا بنروح وسمير ده على طول متواجد وهو اللي بياخد مننا الفلوس وبيدينا الورق وبيجيب لنا العقاقير من جوه حتى بتعموه. محتاجه برنت سكرين. الدكتوره نفسها اللي بتكشف على الحيوانات قالت كده، قالت ده اللي بيدخل لي الناس وبيقطع التذاكر. والله يا فندم وانا قلت كده، قلت لان اساسا حتى انا شفت المشهد اللي كان دلوقتي حاصل ما بين المواجهه ما بين حضرتك وما بين فرد الامن اللي هناك. احنا عندنا طبعا امن في المديريه، ما فيش حد بيدخل يقف كده، يعني ما ينفعش ان حد يدخل ويسترزق، والكلام اللي اتقال ده شيء غريب جدا ولابد من التحقيق فيه. وهو رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه باللفظ كده، انا هحيق. قال ايه؟ لا ما تقوليش الخط قطع. قوى الشر، قوى الشر. طيب عموما احنا هنتصل بيها تاني. فاحنا زي ما اثبتنا ان مديرية الطب البيطري بيطلع منها المخدرات من جواها، سواء بقى واحد بيسترزق جوه، يعني في تاجر مخدرات بيسترزق جوه يا جماعه بيبيع عندكم ده مخدرات، والله عيب. تصدقوا بقى يعني انا اقبلها عليكم ان انتوا تقولوا ده واحد ذمته خربانه احسن ما تقولوا ده واحد معدي في شارع جاي يسترزق ويبيع عندنا مخدرات. يعني انتوا سايبين الناس تبيع عندكم مخدرات؟ يعني انتوا جواكم دولاب يا جماعه، انتوا حاسين بنفسكم عندكم دولاب جوه المديريه، وكمان ما بتشرفوش على العيادات اللي انتم المفروض تشرفوا عليها، العيادات برضو بتبيع مخدرات يا جماعه. شيرين رجعت على التليفون. الو يا شيرين. ايوه يا عمر. قولي لي. واتقال له كمان الغريبه يعني ان اتقال له سببين، يعني بلغ بسببين من الاداره البيطريه بامبابه. ده إيه؟ واحد بيبيع كلاب او عامل، اصل احنا ما عندناش عمال ايه يعني لما استعنا بعامل يشتغل. فالحقيقه انا استغربت جدا من الكلام، وقلت له يا دكتور ابراهيم هو الصراحه دكتور ابراهيم مش عايز يتستر على حاجه، والراجل قالها صريحه وقالها لي في التليفون، انا هبلغ النيابه الاداريه وهحيل الواقعه كلها للنيابه الاداريه. لكن انا حابه اقول لحضرتك نقطتين خفاف صفيفين قوي كده يا استاذه منى. اتفضلي. اولا مخالفات مديريه الطب البيطري بالجيزه ملهاش اي علاقه بانهم واقفيني عن العمل. انا اتكلمت عن حاجات كتير جدا خاصه بالجزئيه دي. جزئيه ان هم مش بينزلوني تفتيش، ده مش طار بايت بيني وبينهم، انا اتوقفت عشان بقول الحق. سيبك من الحته بتاعتك، خشي في رايك فيها. انا قلت لمعالي اللواء ابراهيم محروس في مخالفات تمت في مديريه الطب البيطري بالجيزه في مستشفى مديريه الطب البيطري، وبقولها على الهواء لان قلت له يا فندم انا هبلغ الرقابه الاداريه بالكلام ده، في عجز 750 الف جنيه يروح الدكتور ابراهيم يسال العجز ده اتدارى ازاي وتعالج ازاي وايه المخالفات اللي تمت فيه، بالاضافه لان في مشاكل كتير جدا فعلا في الموضوع ده. فاذا كان هذا موضوع الكيتامين قصدك؟ في عقاقير ثانيه المفروض ان 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 حضرتك بيبقى في حاجه اسمها كشف، ده لوحده اللي هو لما بتكوني جايبه بيت انيمال معاكي وعايزه تكشفي عليه بتقطعي له تذكره، ده فلوسه بتبقى لوحدها، فلوس الدواء بقى لوحدها، ففلوس الدواء مشاكل ماليه واداريه واختلاسات يعني ما عشان ما حققناش فيها فمش عايزين نخوض فيها، عايزين نخلي الناس مركزه معانا في الحدوته بتاعتنا. ما هو ده مرتبط بده، ان العجز ده راح فين وحصل فين والدواء. المهم ان هم اداره تشوبها الشبهات. والله انا وبلغت عن وقائع قبل كده فساد خاصه بالمجال، وبلغت بيها الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه لشؤون الثروه الحيوانيه والداجنه والسمكيه، وصراحه هي لم تتردد وفعلا اخذت موقف. انا بصراحه ليا عتاب عند الدكتوره منى محرز هقوله لها اخر الحلقه فما تحرقيهاش علينا. Anyway. لا مش هحرقها، بس انا بقول الحقيقه فعلا، لانه هي الست لما عرفت المخالفات دي وانا بلغتها بالكلام ده قامت على طول باجراء وبلغت الهيئه العامه للخدمات يا دكتوره شيرين. بقالنا اسبوع ما جالناش رد من الوزاره على اللي حصل. يا فندم انا بلغت بالموضوع وبعت الحلقه كمان طيب انا يعني في تحقيقات في الهيئه
ممكن يكون الوزاره لسه ما ردتش عليكي لان هي لسه لم بقالهم اسبوع بقالهم اسبوع. ماشي انا بشكرك يا دكتوره شيرين علشان نكمل حلقه. تابع معانا الحلقه ونبي احنا تعبنا فيها. قفلت طيب. المهم احنا بعد ما اثبتنا دور الحكومه في تسريب الاستروكس للشارع ودور الحكومه في عدم الرقابه على العيادات البيطريه الخاصه في تسريب الاستروكس للشارع، جه دور بقى الديلرز اللي في الشارع اصلا بيبيعوا ايه والمين. دورنا على اكبر ديلر في مصر، تخيلوا طلع اسمه ايه؟ اسمه الحركي الدكتور. ليه؟ لانه متخصص كيمياء. دورنا نروح له فين؟ لقينا في الزاويه. هاخد منك الهالوسين تمام، الاتراكيوم. طب ده مش جدول، ايه مشكلته عندك؟ هنكسب منه ازاي؟ هو ده جدول المسؤول؟ جدول اللي انا بقوله ده كله جدول. جدول الاول الاتراكيوم ده بتاع ايه؟ ده تترازيبام بيستخدم في العمليات زي الجلوكوز والجلوكوز. هتبقى عندنا انا عارف انه ماليش سكه، مش عارفينه، لو عارفينه هياخدوه بس هم مش عارفينه. بس ايه عشان تقنع الزبون؟ اليومين دول طلعوا في الاستروكس. هنظبط الكلام على ايه؟ شوف انت اللي عندك هنا هياخد منك هياخد منك الكلام. احمد اللي هو عايزه عادي مش مشكله بقى. بس انت جايب له قوي خد بالك يا احمد، العلبه واحنا ما بنكسبش في العلبه والعلبتين والكلام ده. الكميات هي اللي بتفرق. تمام. انا ما بحبش ابيع علبه لحد، فاهمك خالص. انا امبارح قلت لك هات كمان خمسه امبولات، قلت لي لا جمله وريني يا دكتور. لا عشان الناس، عشان بتاعتي. وحد الناس واحد يفهم حاجه اصلا، واخد بالك. لا ما بفهمش فيه بصراحه. راجل ده انا عارف دكتور، هو اللي هيقول لي. عرفت في معلومه كده عايز اقولها، ان اللي هو الهولندي انضف بكتير جدا على فكره من الهندي. الاثنين نفس التركيز، بس ايش معنى السعر مختلف؟ لا الاثنين نفس السعر. الثاني مش اغلى شويه؟ عادي، كان عندي كنت ببيعه اقل منه على حسب اللي بتوفر لي. انا لو جايب بسعر كويس ببيع بسعر كويس، جايب بسعر غالي ببيع بسعر، ما بيفرقش معايا هو ماشي بكام في السوق، انا بطلع مكسبي وخلاص. امال تركيز الاثنين واحد؟ ان شاء الله يكون بيتباع ب 1000 جنيه وانا جاي لي ب 500، عمري ما هيبيعوا ب 1000، ما انا هبيعوا ب 700 واقلب. التركيز واحد ليهم الاثنين صح؟ الاثنين نفس التركيز. امال ايه الاختلاف في ايه؟ ده هولندي وده هندي بس؟ الشركه؟ دي دوله دوله ودوله بس؟ الاعلى الالماني. الاعلى بالنسبه بس كل اللي بيسموه مضروب، انما التركيز كله واحد، كله فيتامين كطلاق بيستخدم بشري. في بعض الناس بتستخدمه بشري. لا ده كل الدكاتره انا بنزله بشري. انا اللي عرفني انه بياخدوه بيطري اثنين، واحد من اكتوبر جه امبارح خد مني عدتين، وواحد هنا دكتور بيطري بيقول لي انا بقطع بيه ديل الكلب. ايوه صح مظبوط كلامه صح. لا انا عارف. بيخدر 12 ساعه. دلوقتي يعني انا لو طلبت منك كيتامين تاني بس عدد ابواب كتير، يعني هتنزل سعرهم قد ايه تقريبا؟ على حسب الكميه. تمام خلاص ماشي. بس انا بقول لك الكيتامين ده انا بنزله مستشفيات بس، دكاتره التخدير. وهتفتكر ان التخدير اللي موجود ان انا بنزله ده بنزله، انا بنزله الدكاتره الدكتور محمد. انما المضروب دي حاجه ثانيه خالص. انا مش عاملها انا ده دلوقتي الفيتامين انا منزله امبارح في مستشفى في مصر الجديده. تمام. هل معناه ان دكاتره المستشفى بتاخده ما تعملش ليه عمليات؟ باشا كلم الدكتور، عايز مش عايز انت ابعت له برضه صورة، عايز مش عايز اخلص. هقول له الفرق ايه؟ الفرق ان هي ما لهاش ورق بس. يا باشا اتصل بالدكتور قول انا عندي فيتامين هندي موجود، اجيبه ولا ما اجيبوش؟ بس انت كده معطلني. عايزه مش عايزه خلاص، الموضوع بسيط جدا. انت مش عارف انت بتشتري ايه وانا عارف انا ببيع ايه، بس خلصان. هات الفلوس.
فرصه سعيده كبيره. ربنا يسهل في بيت كلها باذن الله. معرفه خير وكده كده احنا مع بعض. بمساعدة تاجر مخدرات قدرنا نعمل الصفقة مع الدكتور أو أشرف. اتفقنا على ميعاد التسليم. في يوم التسليم كنا جاهزين. رحنا المكان اللي تم الاتفاق عليه. كلمناه. رد. كله تمام؟ تمام. تابعوا التفاصيل. لأن الدكتور اللي اسمه أشرف طول الوقت كان قلقان. ليك حق تقلق. حتى المجرمين تجار المخدرات قلبهم بيحس باللي هيحصل له. تفاصيل اليوم الكبير. التسليم. ايوه يا دكتور. دلوقتي استاذ حسن قال لي انا لما هياخد الباكيتات ما هيستلمها مني انا من السيده زينب هيبقى المشوار بعيد قوي عشان يمشي معاك كده، وانت عارف ان هو اصلا ولا معاه عربيه ولا معاه موتوسيكل، هياخدهم في عربيه تاكسي او حاجه زي كده. فقال لي المشوار بالنسبه لي احسن اخدهم منك من رمسيس. والله ما انا بقول لك احتمال كبير. انا عارف والله، ما انا فاهم انك تتكلم تعد فلوس في رمسيس. لا انت 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 تيجي تاخد فلوسك تعدها وتستلمني الحاجه وتمشي على طول براحتك. الموضوع يعني مش بالسهوله اللي انت متخيلها، دي كارثه يعني. نتقابل كلنا خلاص مفيش مشكله، يبقى مع الاربعه ان شاء الله باذن الله. السيدة أقرب من هنا بالنسبة لك أنت. أيوه أيوه. ركز. بس الحاجة أنا ابن عمي هياخدها ما تقلقش. لا أقول لك الحاجة معايا يا عم. لا تقلق. الدنيا بس محمد أنت قلقان كده ليه يا عم؟ قلقان ده هو مالكش ليه؟ فلوس يا عم، حرام يا عم. فلوس دولارات. والله ما زعلان منه خالص، بالعكس انا شخصيه محترمه. بس ما ينفعش ابقى انا قايل لك مثلا انا هقابلك في الحته الفلانيه وفجاه انت معاك ثلاثه، صح؟ ثاني حاجه انا ما اعرفوش، اول مره اشوفه ويقعد يكلمني يا باشا. لكن قدام الصيدليه؟ لكن قدام يعني ماشي، واقف فين؟ ايوه شايفك شايفك. خليك علينا عشان تبقى جنب العربيه. بص يا عم العربيه ابني بخالي. انا فاهم، انا شفته والله وسالت عليه، بيقول لك عشان العربيه اللي ورا. انت راجل فين؟ انا؟ لو راجل هنا لف كده تعالى كده. انا عارف ان هو خالك، بس انا سالك سلمت عليه؟ انا عارفه يا قول له بس فهمه. لا ما هو برضه خد بالك بفلوس. اقول لك ايه اسمه ايه؟ محمد. اقول لك انا. تعالى يا محمد يا احمد. خد بالك ده خير.
قد ما بلاقي طبعا لازم بخاف عليك اكتر من خاف مع نفسي الموضوع. بس انت لازم انت كنت قايل له على 6000 ونص. انا بقول له هاخد منك انا ب 6 ونص لو عندك هاخد منك 6 ونص يعني. لا طبعا حسن كان فاهم غلط. لا اصل هو لقيته اتصل باخويا واتكلم معاه وقال له انا زعلان جدا من فاهم ازاي. انتباه ما بيهزرش. اللي شفتوه ده اللحظات الأخيرة للدكتور في الحرية. أشرف أو الدكتور كان معاه معاد مع القدر يخسروا الاستمتاع بالشمس والهواء الرباني الغير محدود واللي بتتمتع اللي بيتمتع بيه الأحرار فقط. الناس المسجونين كلهم بيتمنوا الشمس والهواء اللي انت مش حاسس بنعمتهم دول. ايه ده؟ هو التاجر ده اتقبض عليه؟ طبعا هي البلد سايبة. بعد الفاصل القبض على تاجر الكيمياء الكبير أشرف. فاصل. قبل الفاصل من الخميس اللي فات واحنا بنكشف كل اطراف وتجار الاستروكس في مصر وبنواجههم الحكومي منهم وبتوع القطاع الخاص الى تجار الشارع. اللي شفناه قبل الفاصل كان يوم تسليم شحنه استروكس كبيره من تاجر مخدرات اسمه الحركي الدكتور واسمه الحقيقي اشرف. واحنا واقفين معاه وصل خاله اللي اسمه اشرف برضه جايب البضاعه. البضاعه وصلت من هنا والداخليه هجمت عليهم من هنا. تابعوا معايا لحظات القبض على اكبر تاجر استروكس وكيمياء في مصر. يلا
ألف شكر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللي قدروا يحددوا نشاط الدكتور، وبناء عليه قاموا بتقنين إجراءاتهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة. تم ضبط تجار المخدرات متلبسين الاثنين بالفيسبا بتاعتهم بالمخدرات. مين اللي اتقبض عليه؟ أشرف اللي هو الدكتور، وخاله اللي اسمه أشرف برضو. عيلة في منتهى الشرف بصراحة، تجار مخدرات. بس أنا بشكر اللواء زكريا الغمري بنفسي مدير إدارة العامة للمكافحة، وبشكر العقيد نور الدين سالم، هو والعقيد وائل الزهار، هو والرائد محمد عياط اللي عمل الشغل كله. دول ضباط اسم مكافحة العقاقير المخدرة في الإدارة اللي هي إدارة مكافحة المخدرات. مسكوا حسب تصريحاتهم 5000 أس ترامادول اللي هو 225 ميلي ده، و100 أمبول كيتامين، حاجة حلوة كده. وهو الكيتامين ده مخدرات ممنوع تداولها؟ طبعا الكيتامين ده جدول 3 مخدرات، لو خلطته بتبغ وشربته مخدرات، لو حطيته في الميكروويف وحولته بودرة برضه مخدرات. كل صوره تودي تأبيدة لو اتقفشت بالتاجر فيها. النهاردة احنا خسرنا تاجر محترف في سوق الكيمياء، ومنتظر اتهامات هتقعده حاجة بتاعت 25 سنة كده بعيد عن الشمس وهوى الحرية. الدكتور اللي هو أشرف اللي اتقبض عليه، وخاله اللي هو أشرف برضه اللي اتقبض عليه، معرضين يستمتعوا في السجن لسنين طويلة قوي. سامح يا أستاذ سمير، حضرتك زيهم بالظبط. ممكن أجي أعمل معاكم كلكم لقاء بعد ما تخرجوا من السجن؟ عايز أعرف منكم بقى ذكرياتكم جوه، إزاي قضيتوا وقتكم هناك. بس الحقيقة إن اللي بيتقبض عليهم أقل بكتير قوي من السايبين في الشارع. يعني إحنا مثلا رحنا كشفنا مديرية بيطرية واحدة بس اللي في إمبابة دي، لكن في كم مديرية بتطلع استروكس للشارع؟ إحنا رحنا مثلا عيادة بيطرية واحدة خاصة بتبيع كيتامين أو استروكس، بس في كم عيادة خاصة وفي كم دكتور بيطري خان قسمه وبيحولنا كلنا البهايم؟ اتقبض على تاجر واحد بس، في كم تاجر في الشارع منطلقين وبينعموا ببنت الحرية في بيع السم الهاري لينا؟ لكل شاب وفتاة بيفكروا ياخدوا استروكس، اعرفوا انه هيحولكم لبهايم، ده لو عشتوا اساسا بعده وما عملتوش فرافيرو وتروحوا نطين من الشباك وانتوا في منتهى السعادة. داليا طالبة عندي راحت صورت مع دكتور متخصص في العلاج من الاستروكس. مادة خطيرة جدا جدا جدا، الاستروكس روج في مصر كواحد من المناطق المستهدفة للترويج وانتشار المخدرات، لكن بداية تصنيع الاستروكس اتصنع في شرق اسيا، اتعمل علشان بغرض معين ان يدمر الفئة العمرية دي، الفئة اللي هي الفئة اللي هتبقى بعد كده المستقبل بتاع اي بلد في الدنيا. في كتير ماتوا من استروكس، الاستروكس بيوصلوا لمرحلة ينتحر هو بمزاجك، انت اللي بمزاجك هتنتحر، فرافير ويطير ويوقع ويرمي نفسه. الاستروكس بيتحط فيه مواد كتيرة جدا جدا جدا، بعضها مخدرات بعضها مؤثرات عقلية، حتى بيقولوا عليه من ضمن الاسماء النيو سايكو اكتف دراجز، اللي هو مادة مؤثرة عقلية او المادة الإدمانية مؤثرة عقلية، فهو مادة من المؤثرات العقلية شديدة التأثير، فبتتوفر فيه كل شروط المادة الإدمانية. الغرابة في الاستروكس هو السن الصغير جدا اللي بيجي فيه المريض، اللي بيجي فيه الشباب والأطفال، أطفال صغيرين، بنات صغيرين بيجوا. لما بيجيلك بنت عندها 12 سنة وبتاخد استروكس، يعني أنا كطبيب بقول يا الله ربنا يكون في عونها، هتعمل ايه دي بعدين لما هي في 12 سنة ولسه مخها في طور التكوين وبتاخد مادة بتدمر خلايا مخها، فبعد كده هتتحول البنت دي لإيه؟ الدكتور بيسأل هتتحول لإيه؟ هتتحول يا دكتور لمخلوق مشوه عجيب كده، لا هو بني آدم ولا هو جماد. للأسف اللي بياخد الاستروكس ده كمخدر بيمشي في سكة البهايم وبيبقى كده.
والله ما انا خد يا ابو الحسن مش على يلا يلا بس والله بس انا مش انا يا حبيبي بقول فيك وبحبك انا بحبك والله بحبك والموت عم بحبك جدا مؤمن هات لي الصلاة هات لي الصلاة أمي يا أحمد قول لي يا عم مش أنا قول لك قول جمع زي سيبوا لسه جمع بالله قول لك امسك كده وسام الأسبوع اللي فات الحلقة كان اسمها عاش البهايم. حلقة النهاردة احنا سميناها المواجهة لأننا واجهنا كل أشكال تجار الاستروكس في الحياة الحكومي منها والحر. فضلنا على مدار أسبوع كامل من ساعة ما عرضنا الحلقة اللي فاتت منتظرين رد من وزارة الزراعة عن اللي صورناه. هل تفتكروا وزارة الزراعة ردت؟ أبداً. اتفلقوا. الوزارة بتقول لنا بشكل غير مباشر انتم ما تهموناش، اولادكم ما يفرقوش معانا، واحنا كاعلام الوزارة بتقول لنا اهري يا مهري وانا على مهل مهلي. مفيش رد غير شوية تصريحات طلعت على كل المواقع ان لا ده موظف عندنا ولا الكتامين ده من عندنا. عموما ده مش جديد على وزارة الزراعة، احنا قعدنا سنة ونص نعمل في تحقيق واحد عظيم عن أسماك المزارع في مصر، خصوصاً سمك البلطي اللي أنا سميتها سمكة شمال بسبب قانون الاستزراع اللي بيلزم المزارع السمكي أنه يربي السمكة بتاعته في مية المصرف. ده بالقانون مش بمزاجه، المصرف اللي مليان صرف صحي والأسوأ صرف صناعي. مش بس كده، ومفيش أي رقابة على المزارع السمكية بتأكل إيه السمك، فمنهم بيأكلوا السمك أمعاء وسبلة الفراخ لأن العلف الأصلي غلي. كل ده صورناه وعرضناه وجبنا مسؤولين في هيئة الثروة السمكية نفسهم بيعترفوا إنهم مش ممكن يدخلوا السمك البلطي ولا البوري بيوتهم ولا لولادهم. الدنيا اتشالت واتهبدت سنتين في ناس مقطعة بسببنا سمك البلطي والبوري. هل ده أثر في وزارة الزراعة؟ بتاتا. الوزارة برضو ما ردتش ولا عبرت، وكأنها بتقول لنا كلنا كشعب انتم ما تهمونيش، كلوا سم اشربوا استروكس، المدريات تبيع الكيتامين، وعيالنا يتحولوا لمدمنين، ووزارة الزراعة
ولا يهمها. كل اللي عملوه بعد الحلقة شوية تصريحات في كل المواقع. الموظف اللي بيشتغل معانا مش معانا، والمادة اللي باعها مش عندنا. التصريحات موجودة، تقدروا تعرفوها. احنا هنطلع فاصل. احنا للأسف ما عندناش وقت كتير نستقبل فيه مكالمات، ولو ان عندنا مكالمات قد كده. اي حد عايز يتعالج يبعت لي على صفحتي بقى على طول، اسمها منى عراقي. معانا نحمده من الجيزة، ما قدرناش نقفل الحلقة من غيرها. الو يا نحمد. انا بمد المطيء ابني يا ابني، الله يخليك اتدمر، وانا بمد المطيء كل يوم. ماله؟ بيشرب استروكس وزاد، كنت بعالجه في الهرم ودفعت له فلوس كتير، وطلع حالته سيئه اسخن من الاول، ورجع يضرب تاني. والشباب بياخدوه وبوظوه. الله يبارك لك يا رب، ارجوكي ما ترجعيش. عينيا حاضر، مفيش داعي، مفيش داعي تترجيني. احنا الله يخليكي. حاضر والله عينيا، بس المهم هو عايز يتعالج. انا بصي، هو مش هو، انا هعالجه بالعافيه لان ابني كل يوم لازم هو يعوز يتعالج. ما هيرجع يضرب تاني زي ما عمل. طيب معلش، انا بصي هقول لحضرتك، هكلمك تاني، احنا وقتنا خلص. طب اعمل ايه؟ طب انا مستنيه. هكلمك انا واحتمال اجيلك. يلا ماشي، الله يبارك لك، عشان انا بموت. تسلمي لي، الله يخليك يا حبيبي. تسلمي لي، تسلمي لي، تسلمي لي. قبل ما نقفل حلقه النهارده، انا لازم اشكر بسرعه بسرعه كده. معلش معلش، جاهزين تسقفوا؟ شريف حنفي مدير الانتاج اللي حضر معايا المواجهه، ابراهيم صابر، حسام سمير، ما بسقفوش ليه؟ حسن ابراهيم، عصام عبد ربه، سراج ووليد، عبد التواب، ومحققين العظام بتوع انتباه طبعا، هنداوي وعزب وعمر رضا وحسن المجر. عشان هنداوي يعني معجبينك كتير يا هنداوي. طيب حلقه النهارده مش بس مواجهه لموظف صغير او حتى مش موظف جوه الحكومه. حلقه النهارده مواجهه للقاده في الحكومه. ارجوكم فعلوا اساليب اقوى للرقابه، بدون رقابه احنا رايحين في داهيه. حلقه النهارده درس مهم جدا في مواجهة الأخطاء. اتعلموا تعترفوا بالأخطاء، لأنها ببساطة وارد تحصل. بس لو كذبنا وقلنا لا دي مش موجودة، انتم بتسقطوا ثقتنا فيكم كقادة. على شؤوننا، الخطأ وارد، كلنا بشر. الأهم ازاي تعالجوا. أصلك لو أنكرتوا هتعالجوا ازاي؟ حماية الفاسد فساد، وشيوع الفساد حلو ان المجتمع يراقب بنفسه. هي البلاد اللي عدت بشعوبها للحضاره عملوا ايه؟ شعوبهم بيراقبوا، ما بيسكتوش عن اي فساد. هتقولوا لي ما احنا بنتكلم وما بنسكتش وبنقعد نتكلم نتكلم نتكلم. اقول لكم لا، مش بالكلام. خلاصه الحق صنعه. عايز تراقب؟ هات الدليل وحطه قدامهم. والدليل بقى سهل، صور ابعت لي. ليه؟ لان لازم تعرفوا كلكم حكومه وشعب اننا كمجتمع في ايدينا الحل، احنا كاعلام في ايدينا الحل، احنا كلنا الرقابه واحنا الحل، والا كلنا راشقين في الحيطه. نشوفكم الحلقه الجايه.